وإلى فقرتنا الحوارية الثانية والتي نتحدث فيها عن أمر أصبح من أولويات الأسرة، ألا وهو تعليم الأطفال كيفية إدارة الأموال في ظل تنوع السلع والبضائع والمغريات. ويساعد تعليم الأطفال إدارة الأموال على تنمية مداركهم حول استخدام المال بشكل ملائم، كما ينمي لديهم الحس بأهمية الإنفاق والإدخار. لمزيد من الحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ صلاح الجيماز، استشاري السلوك الاستهلاكي. حياك الله أستاذ صلاح، الله حقيقة سعداء بوجودك معنا في العالم. شكرا جزيلا، شكرا للأخوان المتابعين. الله يسلمك أستاذ صلاح. في زمن إحنا الكبار نواجه فيه صعوبة في عملية الادخار، المغريات كثيرة، عروض من هنا وهناك، التسوق أصبح أونلاين، هل من الممكن فعلا أن نبدأ بتعليم أطفالنا ثقافة الادخار؟ نعم، هو للمعوقات، احنا نقول المعوقات للسلوك اللي تعطيك توجه للسلوك السلبي الاستهلاكي كثيره، ولكن هل ممكن؟ نعم ممكن، ويعني وبجداره بعد. كيف نبدا؟ كيف نبدا؟ البدايه هي تكون في امرين. الطفل يحتاج امر تربوي يتعلق بالقضايا الماليه، حلو؟ تربوي نربيه على قضايا ماليه. هذه النقطة أول شيء مش موجودة بالمدارس ولا موجودة في البيت. نعم. لاحظي، عشان كذي الطفل اللي يكون عنده أسرة تجارية يكون عنده عادة هاي القدرة. ولكن معظم الأطفال مش كلهم في أسر تجارية. نعم. فيحتاج قدوة ويحتاج منهج تربوي مالي. هذا مو موجود بالمناهج ولا موجود بمجتمعنا بشكل متوفر. لهذا السبب يعني ايش تقصد بمنهج تربوي مالي؟ هل هي مثلا كماده تطرح في وزاره التربيه ضمن ضمن المناهج؟ الان الكره الارضيه كلها تتكلم على السلوك الاستهلاكي كمنهج. يعني احنا بدينا بالكويت كجهد فردي بال 2008، يعني قبل 10 سنين. واليوم تبارك الرحمن الجهه دوله الكويت بدات تهتم، القنوات بدأت تسلط الضوء. نعم. لأن القضية السلوكية المالية هي بين الاقتصاد وعلم النفس، هي المنطقة اللي بالنص تلتقي الخطوات أو القرارات المالية لأهداف إنسانية اجتماعية بشرية. يعني اليوم أنت لما تحولين المال ممكن تحولينه من حلال إلى حرام. نعم. هذا بالشق الشرعي. بالشق النفسي ممكن تحولين المال من هدية جميلة إلى أمر مثلا مهدر، فإذا خلقت عليه لأنها ضاعت أو نعم. استهلاكي سلبي. فاليوم السلوك الاستهلاكي نربي الأبناء عليه من الصغر. فعلى أساس إحنا نقوم في هذا الأمر نحتاج أمرين، نحتاج قدوة. قدوة في البيت، في المنزل. نعم. أوكي، ونحتاج توجيه. من اللي يوجه؟ ما ندري من يوجه بالبيت. هل هم الأصدقاء، الأسرة، المدرسة، المجتمع؟ ما ادري منو. من المفروض اللي يكون بالاساس القدوه؟ شوفوا، احنا بفضل تعالى كمسلمين هو يد توجيهات شرعيه. يعني مثلا لما الاوليين لما قلت الحريم الاولي قلت ترى النعمه زواله. صحيح. زين، ترى هذه تربيه استهلاكيه بس باطار شرعي. مثلا لا تصرف، لا تضيع فلوسك. هو ما يفهمها لا تصرف، احنا نقول له يا ولدي لا تضيع فلوسك، ترى هذا قالي حرام. احنا نقول كلمة حتى حرام نقولها. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال علموا أولادكم على الحفا والجفا فإن النعم لا تزول. أحسنت. يعني هذه فلسفة وسياسة صريحة وواضحة. لا هذا من ديننا، منهج اقتصادي متكامل. نعم. فاليوم احنا بفضل تعالى يعني والحمد لله ان احنا عندنا منهج سماوي. صحيح. اوكي. صحيح. ما التزمنا فيه. بدأنا نألف. ليش؟ نألف لأن عندنا الصناعات الغربية. نعم. في تسويق منتجاتها غلبت سلوكياتنا الفطرية في ان الحفاظ على الثروات، لان ما في شيء دايم، العمر واحد، فانت ما يصح يعني تهلك ما تستهلك. طيب عطني في ظل هذه المغريات، وهذه المغريات موجوده وواقعيه، مغريات على اونلاين، على خلال مواقع التواصل، حتى حصار بتليفونك البسيط، وحصار حتى وانت تمشي في الطرق الاعلانات. طيب انا ابيك تعطيني خطه كأم لديها أبناء، كيف أبدأ جميل مع أبنائي؟ أول شيء الخطة عشان توضع لازم نعرف المرحلة السنية للطفل، لأن هذه تربية استهلاكية. حلو؟ حلو، متى نبدأ معهم؟ أوكي. نبدأ معاه من بعد السن سنتين. سنتين يبدأ يتعرف على النقود. نعم. مثلا والأنواط.
جميل. الطفل تعطينا مثلا دينار يرميه، يبي الحديدة لأن اشترى فيها حلاوة. صحيح. فخبرته تقول هذه أفضل. نعم. فما يعرف الأرقام. فنقول له هذا معدن، هذا نوت ورق، وهذا 110 50، يعرف الأرقام. هذا كثير. يعني اليوم جيبي طفل عمره 3 سنوات ويقول تبي 5 ولا دينار؟ ما يفرق بينهم. مو هم عنده أصلا. صحيح صحيح. فأنت مرات تعطي 5 وخايف، تقول ترى هذه 5 أضعاف. أنت قاعد تتكلم صيني أصلا. يعني أول شيء أعلم قيمة النقود. أحسنتي. هذه من العمر 2 إلى 4 تقريبا. حلو. هي اللي يميز المال والقيم. وقيمته. القيمة. جميل. والقيمة نسميها القيمة النقدية. جميل. والقيمة الفعلية. جميل. الأمر الثاني. بعد 4، خلينا نقول من 5 إلى 7. هنا يبدأ يعرف مصادر المال. نبتدي نقول له ترى الوظيفة تجيب لنا فلوس. إحنا نتوظف، هذه وظيفة تدخل فلوس كثير. نعم. هذه وظيفة تجيب فلوس قليل. إذن أعرف على مصادر المال. إيه أنت ليش تداومين؟ أنت ماما اللي قاعد تروحين تداوم ليش؟ صحيح. وهالفلوس ما قاعد تجيب سهالة. صحيح صحيح صحيح. والجهاز هذا قاعد ناخذ منه فلوس. نعم. ليش يعطونك؟ شنو الراتب؟ نظير عمل. وبعدين أنت عندك راتب على طول؟ ولا أنت عندك كنز؟ ولا في راتب محدود؟ الراتب ومصادر الدخل. لازم يعي هالأمور. طبعاً. نعم. وبعد من بعد تقريبا 7 سنوات. من 8 سنوات إلى 10. لا يعني يبتدي الادخار ويبتدي التنظيم والتخطيط. نوقف معاه مرات نشرف على الخطة. نتدخل فيها على حسب قدرات الطفل. نعم. إن كان بنت طبعا هني العمر هذا بدنا نميز بين رقبات البنات والأولاد. بعد العمر خلينا نقول 10 وطالع. لا هني تبدأ مسؤولية. بقى دقيقة. دقيقة. يبغى عنده مسؤولية يصرف. إن كان ميزانية أسبوعية أو شهرية. أيضا تحت الهواء قلت لي عن فكرة جميلة، ربط عملية الادخار بالهدف. يليت تعطينا هذه المعلومة. أنا دائما أدعو لها في كل غال حقيقة وأعيد كرها كثير. إذا عندك حصالة ما عليها تاريخ والسبب أن أنت بيهم حصالة ما منها فايدة. فنعمل حصالة. حصالة إيش عامل حصالة؟ بشتري هدف معين، لعبة معينة. كم قيمتها ومتى نشتريها؟ إذا ما كان هذه الشغلات الحصالة زي قلتها. هذه الأمر أيضا راح تحفز الطالب أو الابن بشكل عام، لأنه ربط وراح يعلم قيمة تخطيط وقيمة الشيء وأيضا حتى التاريخ ما شاء الله. يعني بيني وبينك هو تمرين حقيقي. أها. إن شاء الله إحنا كبار راح نبدأ نطبقها. سادة صلاح الجماز استشاري السلوك الاستهلاكي، حقيقة معلومات قيمة وتحتاج أيضا إلى وقت أكثر، لكن إن شاء الله نعدك باستضافات قادمة خلال الحلقات إن شاء الله القادمة. كل الشكر لوجودك معنا.